السلام عليكم شباب، وشوكم شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. هاي الاسئله مال الاحياء مهمه 100%. ان شاء الله راح تجي منها هواي من هاي الاسئله. وعدكم سؤال الاول تعاريف، سؤال ثاني تعديل، 5 جواب على 4، سؤال ثالث من المسؤول عن تكوين 4 مما ياتي، هن حوالي 5 إلى 6 جاوبون على 4. با اذكر اعراض 2 من الامراض، تذكر اعراض مرض من هذول المنطق ياهن. وعندك السؤال الرابع ألف اختر بين الأقواس، وعندك باء أجمع عن 1، هن 2 جواب على 1. وعندك السؤال الخامس رسم، شوف هو مقطع طولي بالقلب مبينا بالاسم حركة انتقال الدم، و2 جزء مكبر من المقطع العرضي في العظم. وعندكم باء ما موقع وظيفة 4 من التراكيب الآتية: الفراغ الشوكي، القنوات الهلالية، الأقراص البينية، الثقب القمي، عدسة العين، والجسم المركزي. وعندكم السؤال السادس ما الفرق بين كل ما يأتي؟ أجب عن 2: أعراض المرض الرمد الحبيبي ومرض الرمد الصديدي، إن ذول اثنيناتهم ما الفرق بينهم يعني مقارنة. وعندكم المناعة الإيجابية والمناعة السلبية. وعندكم وباء ما مسبب 4 من الأمراض: الأعياء العضلي، الكساح، الحمى، داء السكر، وقرحة المعدة والأنثى والأثنى العشري. هذول 6 جاوبون على 5، قروهن مهمة 100%، وإن شاء الله راح تيجي منها أسئلة منها. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة. أخوكم كوميك، تحياتي.